دكتور منصور بس في كل هذا الكلام، لانه انت بقى هنا الجانب المتعلق بانه صور الانبياء بتظهر، الكعبه بتظهر، غار حراء بيظهر، كل الاماكن المقدسه بتظهر امامك باعمال العقل وصحيح الدين يا مولانا. ده كلام يدخل العقل ويدخل صحيح الدين ولا دجل وشعوذه؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، في الحقيقة هناك ظاهرة بشرية مش هقول اختص الله بها المسلمين، هو أصيب بها المسلمين، وهي المغالاة في حب آل البيت، حتى أنهم بدأوا يصنعون يعني ما يسمى بالهلام، هلامة، يعني ما يسمى بأنك أنت مثلا عايز تعمل إيه، هالة مقدسة حول شخص معين. هذه الهالة المقدسة موجودة في كل بقاع الأرض، في إيران، وموجودة في بعض مدن السعودية، وموجودة في مصر، وموجودة في ليبيا وفي المغرب، وموجودة في تونس وفي الجزائر، في كل بلاد الدنيا هناك فكرة الهالة المقدسة التي تحيط بالولي أو بالرجل الصالح، وبناء على ذلك طبعا بيكون في نوع من الـ يعني إشباع الرغبة والذات، إن أنا استطعت أن أنا أعمل حاجة ألفت انتباه الناس إليها. أنا حقيقة أنا طبعا ما شفتش المقام، ولا حتى فكرت يعني فكرة أن أنا أروح أشوفه علشان خاطر أن أنا ألتمس هناك فكرة أن هناك ولي من أولياء الله أو شيء من هذا القبيل. لو كان هناك أحد يستحق هذه الولاية وهذه المنزلة لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما فكرة أن أنا أصنع، يعني كان زار حتى في قبر النبي، بالضبط كده، دي حاجة. الحاجة الثانية أنا هقول لحضرتك على حاجة شفتها من شوية، هو لما تجلى سيدنا، هكمل معلش، لما تجلى ربنا لسيدنا موسى كان أكمل. في قبر، يعني كان في السعودية ولا تجلى في سيناء؟ أكمل معلش، لا ما تاخدنيش في سيناء وتاخدني، لا يعني ما لا, 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 لا كل حاجة لازم تظهر في مكة، آيات ربنا لا 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 أنا مش ملهاش مكان، ما قلتش يا مكة، ما قلتش مكة، أنا معجزات أنبياء، أنا ما قلتش مكة، مش لازم في قبر الرسول، معلش، معجزات أنبياء مش معجزات حسام بن الحاج يا أستاذة أميرة، أنا ما قطعتش حضرتك خالص، وسيبيني بس أكمل الجملة المفيدة اللي أنا عايز أوصلها. فكرة صناعة هالة مقدسة حول شخص ما فكرة موجودة عند كثير من الناس، وخاصة عندما يكون جاهلا بأوامر الله سبحانه وتعالى. يعني لما تجد إنسان فارغ من الداخل، ما عندوش علم، ما عندوش فهم، لابد أن يصنع نوع من الهالة ليشبع ذاته ورغباته ويجمع عليه العامة. وأخطر شيء أن يجمع فكرة العامة، جمع عوام الناس، أنك تجمع عوام الناس حواليك ده بيعتبر إنجاز. أنا هسأل عدة أسئلة، سيبيني أكمل كلامي، هسأل عدة أسئلة. إذا كان هذا المكان بهذه الهالة وبهذه القداسة وبهذه الصور، هو ما حتى يعني عجز المكان هو يكون رطب، مركب لهم تكييف جوه، تكييف فخم جداً محطوط جوه الغرفة، شفت يا أستاذ وائل؟ هذا التكييف اتحط لمين؟ عشان يعني يرطب الجو، يعني اللي عمل المعجزة دي كلها واللي عمل الهالة دي كلها مش قادر يعمل حاجة حسية بقى وهي ترطيب الجو ويكون الجو كده لطيف وجميل. هو النبوي هناك من غير تكييفات؟ لا، محدش، ما هو عشان كده محدش أضفى القداسة على المسجد، بالمعنى ان هو ان كل حجر فيه مقدس، محدش قال ان حياتك قلت عليها قبل انا لسه ما خلصتش العبارات بتاعتي، انا هسيب حياتك، بس في جزء انا عايز ارد عليه بتاع العامة عشان يجمع عليه العامة. لو قلنا الحاج سعيد عمل كده عشان يجمع حواليه العامة، انا قلت الكلام ده وناديت اجهزة الدولة، هذا الرجل بينادي بتسليم المكان كله لتأمينه من القوات المسلحة، يعني هو الراجل خوفا عليه من العوام، زي ما ممكن حضرتك بعض بتقول العوام. كان مسك فيه بقى علشان يجمع العامة، لكن هو عايز يسلم المكان كله ويقول انا كده تعبت، لان هو تعب من تأمين هذا المكان انتوا امنوه، وعايز يخرج نفسه من الموضوع، يبقى فين بقى علشان يجمع عليه العامة؟ يا استاذة هسأل يعني حضرتك سؤال تاني، اتفضل. هو ليه احنا يعني بنقول عايزين نلفت نظر العالم الى هالة اعلامية مثلا او الى هالة مقدسة، وما لفتناش نظر العالم في حضارة ولا في تكنولوجيا ولا في تقدم ولا في تطور يعني ولا في تعليم ولا في حاجة، يعني بالضبط
علاج للامراض التي بالظبط ايه ده موضوع تاني ادويه مش موضوع مش نوع مش موضوع تاني تقدم تكنولوجي يعني اشمعنى انا عايز اسال حضرتك سؤال طب هكملك سؤال تاني ايه علاقه ده بالادراء هو اسال اسالك سؤال تاني هي الايات ليها علاقه ايه علاقه ان السيده مريم نايمه على سيدنا زكريا وانا شفت هي مش نايمه على سيدنا لا حاطه الرسم على بعض لا 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 ده هو متصور بجانبها يعني ايه حاطه راسها على يا سيده الفاضله وما ادراك لا لا يعني الصوره ما هي بواقف بجانبها هات 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 الصوره يا سيده الفاضله أيوة لقنها الايه ايه, إيه, إيه الحكمه في كده الحكمه في الالتصاق ايه الحكمه يعني. في الالتصاق مين اثبت ان الكلام ده ومين قال لي انت شفت يا سيدنا مريم أيوة. اساسا او شفت سيدنا زكريا علشان اقول ايوه الصوره دي حقيقه او غير حقيقه ما انا ارجع دايما ارد في الموضوع ده وبعدين هقول لك على معلومه ثانيه في معجزه اولانيه وهقول لك على معلومه ثانيه انا بس هو ليه حضرتك بتعدي موضوع كشف الجثمان هو مين اللي كشف الجثمان مش الامام يحيى هو انت الامام شفت الامام يحيى طب اسالك سؤال سؤال تعتمد على شهاده واحد يا استاذ مش واحد يا فندم ده المجلس الاعلى للطرق الصوفيه يا سيدة مين اللي قولي لي اسم اسال حسام مين هو يا موجود يا مش رايها مش شهاده حسام هل في حد في المجلس الاعلى للطرق الصوفيه وقع بكده فندم في شهاده معتمده من الدوله من المجلس الاعلى بايه شهاده بايه ان الجثمان ده جثمان عايز اسمع بس عايز اسمع الامام يحيى المتوج بالانوار المستشهد سنه 204 هجريه محدش مختلف معاك انه ده انما ما هل وقعوا لك بانه هذه المعجزات تظهر يا فندم ده كان قبل المعجزات ما تظهر ما انت بس لو تديني فرصه طب عرفوا ازاي ان هو الامام يعني يحيى هل مثلا عمل حامض الدي ان ايه مثلا هل اثبت ان معرفش ايه اللي يعرف ان ده الامام يحيى كانت موجوده معاه على الحجر ايه اللي يعرف ايه اللي عرفني ان ده الامام يحيى عليك. مش مين يا استاذ حسام مش مرجعيه برضه اديني فرصه اتكلم خالص لا طب خليه عادي اصل انت كل ما تكلم استاذ حسام تقول الرئيس السيسي ومش يعني الموضوع ملوش علاقه بالرئيس السيسي الموضوع انت بتتكلم النهارده فيه يا معجزه ايه المعجزه اللي هتعود علينا انا يا استاذ وائل انا سلمت ان ده الامام يحيى وسلمت ايه اللي هيعود علينا كمسلمين من هذه الصور لا السؤال ده توجهه لربنا مش ليا انا لا لمين المكان ده فيه سر اوجه لربنا هو حياتك سالته سؤال بعدين دخلت في موضوع تاني بتقول له مين اللي قال ان ده جثمان الامام يحيى معلش يا حسام رد عليه في الحته دي هم عرفوا منين ده جثمان امام يحيى معلش رد عليه طب على كل الاسئله كلها انت بتتكلم فيها سياده قول لي بس اولا نتاكد منين ان ده جثمان الامام يحيى يا فندم بتقول انه ظهر لوالدك انا جاي من السياده كان بيظهر بيكلم الوالد لخاص سر خاص بيه فقال له افخر عليا في المكان ده تم الحفر عند الوصول لجثمان جت اللجان من المجلس الاعلى للطرق الصوفيه تم اعتماد شهاده موجوده معانا في المكان ان هذا المكان الكائن ده روحه في الغار مقام الامام يحيى المتوج بالانوار بناء على ايه على الحجر اللي كان موجود في اللحد الاسلامي القديم تحت مع حضرتك دي رقم واحد في اللحد رقم واحد رقم اثنين رد على السيده الفاضله اللي مع سيادتك اللي بتتكلم تقول لك الكلام ده سحر ودجل وشعوذه وشيعه هي مش لاقي حاجه تتكلم فيها خالص يعني دخلت في جميع الخطوط مره تقول لك موجود عنده بنت ومره سحر ومره شيعه ومره بياخدوا فلوس طب يا استاذ حسام استاذ حسام بس لما انت عندك كل هذه المعجزات ما تحرر لنا القدس يا اخي ما تحل لنا مشاكل العيش والتموين والاحباطات المعيشيه يا اخي ما تعالجوا لنا مشاكل الحياه المعيشيه يعني احنا ليه عايزين نضيع عقول الناس يعني مين قال لي ان دي صور الانبياء انتوا بتضحكوا ليه على الناس ما يوظفوا وزير الاوقاف يا استاذ وائل الو استاذ انا برضو معلش ما زلت برضو لسه ليا بعض الاسئله اللي انا محتار بقى انا كرجل دين وكعالم دين احنا في شريعتنا استاذ حسام مش عارفه في الشريعه أنا عايز الاسلاميه عايز اسال السؤال للاستاذ وائل الراجل لسه هيتكلم بس عايز اسالك يعني عايز معلش ما تقاطعنيش يا استاذه ما تقاطعنيش انت برضو ما زلتي بتعطلي افكاري والله بجد ما زلنا احنا الشريعه الاسلاميه فيها ميزه يا استاذ وائل وهو دي اللي يجب ان يلتفت اليها الجميع ان الاسلام لم ينشر بالمعجزات الحسيه يعني اليهودية المسيحية أو النصرانية بعض الرسالات السماوية السابقة نشرت بمعجزات حسية موسى عليه السلام والتسع آيات الذي جاء بهم إلى فرعون دي معجزات وانتهت بموت موسى عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وانتهى ذلك برفع عيسى عليه السلام إلى السماء سيدنا محمد عليه السلام بعثته لم تكن قائمة على المعجزات الحسية معجزته كانت قائمة فقط على القرآن وأن القرآن كتاب سماوي هو آخر رسالات السماء نزل إلى الأرض رسالة آخر رسالات السماء إلى الأرض
لعلاج أمراض الناس النفسية والاجتماعية والمادية وكل شيء، كل ما يحتاجه الناس من مشاكل يجدون حلها في كتاب الله، حتى قال قائلهم: هذا هو القرآن نبراس الهدى، دستورك الأسمى المنير المشرق، آياته نبع العلوم جميعها، من قال لا فهو الغبي الأخرق. علم الطبيعة والحياة وحكمة الإيجاد من تبيانه تتدفق وسياسة الدنيا بأقوى مشرعة بين الورى بغيره لا تتحرك.